بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين. تعتبر السلام الطرقية هي مجموعة من الإجراءات والخطط التي تقوم بها الجهات المسؤولة لمنع وقوع حوادث الطريق وتحقيق سلامة الأفراد والمجتمع وحقهم في وجود طرق آمنة تحفظهم وتحفظ أبنائهم. Chers invités, rebonjour. Au nom de tous les apprenants, je vous souhaite la bienvenue. Comme vous savez, le 18 février de chaque année ne constitue pas seulement la journée nationale de la sécurité routière, mais l'occasion parfaite pour faire acquérir à nos enfants les comportements qui leur permettent de se protéger des dangers de la circulation et de prendre en compte les autres usagers de la route. C'est l'occasion à travers laquelle nous sensibilisons les enfants au code de la route. Respect de panneaux de signalisation, respect de piétons, respect de l'autre et dans le respect de la vie. Merci. Hello everybody. On the occasion of the International Day of Road Safety, the RM School is honored to organize a great ceremony for this special day. It's going to include various educational activities to sensitize our students with the emphasis of respecting the traffic rules, change their wrong behaviors again using the road, and help them to be a part of our safety chains as well. I hope you will enjoy our ceremony and have a great time. السلام عليكم. اجمد اسماء امقرنا الزنين. غصصت ضم مجموعة مدارس دارين. يوم المقران لفرنسا والغيك اللي تبدازني لقاد الامان اغراس. أصحفاد في مدن ولا سلوانتن غير مدى كورسن إغارس غير نفي خصة مدن أرسل عنا إغارس لأن روح الزباه رزا ربي إخصاء عز بلاد نحاط أكدس الحبي. كم حصدت من أرواح وكم خلفت من جرحى وقتلى ومعطوبين، إنها حوادث السير التي لا زال نزيفها مستمرا في جو المسرح. دائما نعيش معا مسرحية أخطار الطريق، نجسدها تلميذات وتلاميذ المستوى الرابع والخامس ابتدائي. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين.
وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوع عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. لأرى أسرتي تتحلق حول سريري ودموعهم تنسكب.
لأدرك أنني خسرت ساقي واستبدلتها بعكازات أقفز بها من مكان إلى آخر، عاجز عن الركض مع أصحابي واللعب مع أقراني. أنا أم مكلومة فقدت قلب كبدي، لم يتجاوز الخامسة عشر من عمري، ألوم نفسي كل يوم وساعة ودقيقة لأنني أحمل نفسي مسؤولية حادثتي. اشتريت له دراجة نارية بمناسبة نجاحه بالسلك الإعدادي، خرج يلعب به وسط الطريق لا رفاقي، فصدمته شاحنة، مات صغير وماتت معه أحلامي وسعادتي وهنائي. كنت مثلكم ألعب وأفرح وأجري، وفي منظري صرت عادة مشلولة غير قادرة على الحركة بسبب سائق مخمور غير واعي بعواقب طيشه، وكانت نتيجة قيادته في حالة سوء خسارة حياته وطفلة صغيرة مقادة في كرسي متحرك تحتاج المساعدة في أبسط الأشياء. الكلمة للنيابة العامة. سيد القاضي، إننا اليوم أمام قضية نعاني منها الكثير من الناس في بلدنا، فأغلبية السائقين لا يحترمون قوانين السير، ولذا أطالب أن توقع على هؤلاء المتهمين بأقصى العقوبات وشكرا. باسم جلالة الملك وحكمة المحكمة، حضوريا على كل من الطيش المفرط، السرعة المفرطة، ولا مبالاة بمغادرة العالم فورا وبدون رجعة، وشكرا. وحتى لا نقع في مثل هذه المشاكل والمخاطر يجب علينا أن نقود بهدوء وبطء وبتأني مع مراقبة السرعة باستمرار تجنبا للخسائر البشرية والمادية. قسما قسما بروح الوطن كنت سائقا راكبا راجلا Bye.
Mesdames, il est têtu, mon mari, têtu.
إن كنت فيها هائلا فمصيبة وخسارة، أو كنت فيها حاذقا بفتنة وجدارة، لن تلقي فيها حادثا ولن تذق أخطار. يا قائد العربية مهلا أخي وروية، نصيحتي أخوية للسامعين هدية، في سرعة الأخطار جميعها ونار، وعلى الطريق الثاني فالموت والحياة بينهما لحدث، فسر على الطريق بفتنة ووجوكا، ولا تجاوب سائلا، ولا ترافق جاهلا، ولا تلعب أبدا، ولا تسابق أحلا، حتى إذا وقفت للمراد وصلت فأحمد إله الكون حل الرضا والعون. لا تهمل السيارة فراملا وإنارة، لا تعصين مرورا، لا تقطعن إشارة، لا تلتفت للخلف فذلك باب الحتف، واستعن بالمرآة عن كثرة الالتفات. على الطريق حذاري من سطوة الأقدار، فما تنفع خسرة للمرء بعد العثرة، حتى إذا ما وقفت وللمراد وصلت فاحمد إله الكون على الرضا والعون، فإنه نعم الإله لا يحمد اليوم سواه. Yeah.